السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك ملف PDF تمام، والملف كبير ومكسل ان انت تقراه، او ممكن تقعد تقراه وتقعد ساعة ساعتين وتكتشف ان مش هو ده اللي انت عايزه، ففي مواقع مختصة بالذكاء الاصطناعي بترفع لها الملف وتقدر ان انت تناقشها في الملف دوت. وده فعلا ده العملي عملته امبارح تمام. الميزة ان هو بيقرا البي دي اف والتي اكس تي والبي بي تي والبي بي تي اكس، الاتنين دول اللي هو الباوربوينت، والاي بي يو بي والار تي اف. الاي بي يو بي ده زي كتاب الكتروني، وار تي اف ملف تكست بسيط. كل اللي عليك ان انت ترفع الملف سواء من عند الجهاز او من لينك موقع وتخليه يبدا ان هو يقراه. مثلا دوت تقدر بعد كده تساله اي سؤال انت عايزه تمام. قول له لخص لي الملف دوت، قول له مثلا انا عايز اعرف الملف ده فيه النقط المعينه الخاصه بالبحث بتاعته ولا لا، وهكذا تمام. هو اوتوماتيك بدا يقرا ويقول لك الموضوع ده بيتكلم عن بيم ليدر والحاجات دي كلها، وممكن تساله بعض الاسئله فهو بيقترح عليك بعض الاسئله. لكن انت ممكن تساله، خلينا اقول له مثلا ايه، لخص لي الملف مش قادر يجاوب السؤال عشان هو بالعربي. هو معتمد على النموذج اللغوي زي شات جي بي تي، وبيبدأ ان هو يلخص لك الملف هو بالشكل دوت، وفي الاخر بيقول لك المصادر، الجملة دي انا جبتها مثلا من صفحة كذا والجملة دي جبتها من صفحة كذا. ده موقع ممتاز جدا. ده برضه موقع تاني يعني ممكن ترفع ملفات كتيرة وتبدأ إن أنت تناقشه، وممكن تضيف زي كروم اكستنشن. طيب تعالى نشوف موقع تالت تمام. أو رفعت له الملف وأقول له مثلا إيه، تمام، وممكن تقول له مثلا إيه الأفكار بالملف، بحيث ممكن يكون هو بيتكلم عن حاجة عامة تمام. فهو بيقول لك بيتناول مقابلة مع خبير والحاجات دي كلها. الموقع ده ممتاز ان هو بيتعامل مع العربي. فدي ثلاث مواقع، وممكن تلاقي مواقع اكتر معتمد على شات جي بي تي ومعتمد على حاجات تانية تكون اوبن سورس، بحيث ان انت تقدر تركز على موضوع البي دي اف، ان انا عندي بي دي اف وعايز اقراه فهو يقراه ويلخصه لك ويجاوب اي سؤال تمام. يعني لو انت عندك مثلا سؤال معين، ايه الاختصار دوت، ما هو اختصار بي اي ام مثلا، ممكن وانت بتقرا لقيت اختصار هو مش موضحه فتساله، فهو يبدا ان هو يدور في الوثيقه ويجاوبك عليها.